بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تحية نضالية عالية للأطر التنسيقيين الوطنيين للأسد المفروض عليهم التعاقد، تحية نضالية للنقابات اللي ساعدتنا في هذا الموضوع ديالها اللي كانت معنا من البداية، تحية نضالية عالية للمنابر الإعلامية الحرة لمواكبة الحدث منذ البداية. سأضيف يعني هذا التوضيح إضافة للتوضيحات السابقة على شوف تي في. النضال ديالنا لازال مستمر ضد التعاقد بصفة عامة، يعني احنا رافضين هذا البديل اللي كتفرضوا علينا هاد الاكاديميات. ثانيا المشكل ديال اطر الدعم التربوي والاداري لازال مستمرا، يعني دخلنا في اعتصام كما تم التصوير من قبل، دام لمده يومين بالمركز. توصلنا لواحد الحوار بعد المراسله ديال الوزاره لهاد الاكاديميات هادو، كان السبب ديالهم انه الديب عدم استيفاء المجزوءه، وعطاونا واحد المبرر اللي هو كما نقولوا غير مقنع، لان احنا كنعرفوا بان الاجره مقابل العمل، احنا ادينا العمل ديالنا لمده 5 اشهر من شهر 9 حتى لدابا، ومكلفين بمهام ربما اللي لا علاقه لها بالاطر ديالنا. كاين اللي تعين مدير مؤسسه، كاين اللي تعين حارس عام، كاين اللي تعين حارس عام الداخليه والخارجيه في نفس الوقت، يعني كنقوموا بواحد المهام اللي هي اكثر من المهام ديالنا. ومع ذلك نتفاجئوا بان المستحقات ديالنا ما داش مبرر اننا لم نستوفي مجزوءه. هذه المجزوءه اللي ديجا المركز كيعاني منها الويلات، الاستاذ ديالها حاليا موقوف ومتهم يعني بمجلس، سيمر المجلس التاديبي بتهم التلاعب بالنقاط اضافه الى تهم اخرى. الوعد ديال هاد الاطر الاكاديميه ولا مدير المركز قال لك اودي عطونا 48 ساعه، 48 ساعه غيكون الحل اننا غندوزو لكم المجزوءه وغنصدقوا لكم عليها باش تدوزوا المستحقات ديالكم. كنتسناو هاد 48 ساعه ونتمنوا ان شاء الله يكون شي حل، اضافه للحل النهائي اللي كنطالبوا به هو اسقاط مخطط التعاقد. كان استفسار جا من الوزاره للاكاديميه، ومن الاكاديميه ديال زعما السلم الاداري للمركز، وداروا معنا حوار قال لك اودي راه زعما كنتسناو الرد يكون من الوزاره، لان هي اللي كتعطي الترخيص في الدوره الاستدراكيه، حيت حنا عندنا حق في الدوره الاستدراكيه. والمشكل ان المركز تفاجئ بان قال لك شي اصلاح في هذا النظام ديالهم اللي حنا اصلا ما كنعترفوش به، كيقول بان واحد الماده تغيرات، هذيك الماده ما كانش اخبار المراكز ديال التكوين، وكنا حنا هي الضحيه. قالوا لنا 48 ساعه لو ماكسيموم 72 ساعه، وغنشوفوا 48 ساعه هي غدوز اليوم، كان شي حل فبها ما كانش غنرجعوا للاعتصامات ديالنا، حنا ما مفكينش على حقوقنا.